بهذه المناسبة أود أن أشيد بالمترشحين السيدين عبد العالي حسن شريف من حزب حركة مجتمع السلم ويوسف أوشيش من حزب جبهة القوى الاشتراكية، وقد خضنا معا حملة انتخابية نظيفة طبعها التنافس النزيه في عرض البرامج والأفكار على الناخبات والناخبين، ولئن اختلفت فيها أدوات وأساليب الإقناع فقد جرت في كنف الاحترام المتبادل وفي إطار ضوابط الممارسة السياسية الديمقراطية وبما يمليه الضمير الأخلاقي والوفاء لبلد الشهداء وما يقتضيه الولاء للوطن. ولا يفوتني في هذا السياق أن أسجل بارتياح واعتزاز النجاح الذي طبع هذا الاستحقاق الوطني الهام بالسلاسة والطمأنينة والأمن منذ بداية التحضير لها غداة إعلان عن الانتخابات الرئاسية المسبقة. وأحيي هنا الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، كل الأسلاك الأمن وكل قطاعات المعنية بتوفير إسناد اللوجستي لتحقيق الانتخابات شفافة حرة ونزيهة.